هذا السائل يقول: أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبرهما، بالنسبة يا شيخ للتورية على الوالدين في حال بعض الأشياء حتى لا نقوم بإغضابهما، هل هي من العقوق؟ وما حكم التورية على الوالدين؟ التورية إذا لم يكن فيها اعتداء جائزة مع الوالدين ومع غيرهما لأجل تطيب الخواطر وإزالة ما في النفوس ولا يترتب على هذا الشيء. فالتورية التي لا يترتب عليها محذور شرعي لا بأس بها، وأما التورية التي ترتب عليها محذور شرعي وفيها كذب يضر السامع فهذا لا يجوز، أن هذا من الغش الخديعة الكذب. نعم.